أنا محمد جابر، هو شخص جنس مصري الجنسية، أنا ماركت مانجر في أحد الشركات في دبي. كل ما لوش علاقة بالجرافيك خالص، هي مش أكثر من إن هي هواية عندي، حاولت إن أنا أنميها يعني، وابتديت إن أنا أعلم نفسي بنفسي عليها، بس زي ما أنا كده موجود. الفكرة جات لك ازاي يا محمد؟ فكرة نوستالجيا الماضي مع الحاضر، فكرة ان انت كمان يعني تستغل بعض الرسومات القديمة يعني، وتلبس حتى يعني الرسومات فيها كمامة، فكرة استغلال المصل او لقاح فيروس كورونا في بعض الرسومات، الفكرة جات لك ازاي يا محمد؟ هو الفكرة عندي كلها يعني استندت تحت حاجة واحدة بس، إن أنا إزاي أحقق تحليل في التصميم، إلا هعرف إن هو تصميم عادي جدا. يعني دايما حتى بقول إن أنا مش بصمم جرافيك، أنا بس واحد صاحب فكرة وبطرحها مش أكتر. أنا بحب أحقق اللي هو المستحيل فيها، إن أنا ممكن أرجع الناس من الزمن الحالي للزمن الماضي، أرجع الناس اللي في الزمن الماضي للزمن الحالي، أخليهم يكونوا متواجدين معانا ويعيشوا معانا الأحداث اللي إحنا بنعيشها. بس هو الفكرة عندي مش هي أكتر من تحليل مستحيل، زي مثلا قصة فنان مثلا مع والده اللي هو الفنان في نفس الفئة العمرية، يعني زي ما جمعت الفنانين في نفس الفئات من العمرية الحالية والماضية. أهم حاجة عندي يعني أهم عنصر بعتمد عليه هو تحليل مستحيل في التصوير. طيب محمد، يمكن الخبر كان بيقول انه الفكره جات لك يعني فكره النوستالجيا تحديدا بعد افيه سمعته للزعيم عادل امام، عايز اعرف بس كان عندي فضول، هو ايه الافيه اللي خلاك تبدع بهذا العمل؟ فكرة إيه؟ سامعني يا فكرة محمد؟ أيوة سامعني. هو الفكرة بقولك يمكن كنا بنقول قبل ما تدخل معانا انه السبب في هذا الابداع كان مكتوب قبل كده في احد المواقع، يعني هو افيه للزعيم عادل امام هو اللي خلاك يمكن ترجع الماضي وتمزجه مع الحاضر وتطلع بهذه الاعمال. فانا كان عندي فضول الحقيقه انا وزملائي ان احنا نعرف هو ايه الافيه اللي خلاك تبدع في هذه الصور. والله هو مش موضوع إفيه، يعني هو الفنان زي عادل إمام يعني دي إفيهات كتير، بس أنا فعلا يعني حقيقي مع يعني أنا ما أعرفش الموقع اللي كتب كده، بس أنا الفكرة إنه زي ما قلت لك إن أنا بحاول إن أنا أحقق فعلا المستحيل.